السلام عليكم، صباح الفل. عاملين ايه؟ معاكم اخوكم احمد كمال. في الفيديو ده معانا جراوي وكلاب اقل من 500 جنيه، سعر مناسب لكل الناس اللي عايز يشتري كلاب مستوى اللي هو البسيط، مش مستوى عالي، لكن سلالات جيرمان او جولدن او السلالات اللي هنشوفها دلوقتي مع بعض بسعر قليل يشتري حاجات من دي. في الاول بس هنشوف حد محترم، راجل عنده صنعة بيعرض لنا الصنعة بتاعته. لو حابين تشتروا حاجة منه تواصلوا معاه على طول. يلا بينا نبدأ الفيديو. ده شغل تحف فنية، صب معود، شغل يبيع برضو اي اشكال ممكن تتصب. صب شغل بيستر، صب بلاستر، اي شكل اي شكل عنده او اي شكل مختلف ممكن يتصب. عنده روح فنية، يتصل بينا نصب له اي شكل يختاره وعايزه تحت امره. مصطفى ابو ياسين. دي جراوي جيرمان، عندهم 35 يوم، النتاية ب 500 جنيه زي ما اتفقنا، الدكر بس هيزيد 200 جنيه هيبقى ب 700. متاح 4 ولاد واتنين بنات، اللي هياخد المجموعة على بعض في خصم. مكانهم المحلة، ساحة زي ما انتم شايفين، تقليب متوسط. 35 يوم الحجم ده او الهيئة دي كويس جدا، اللي عايز حاجة يتصل عليه على طول. دي جراوية جيرمان، سعرها 500 جنيه، شورت هير بس وشها مقفول. ألوانها اللي هي السيلفر، مش الألوان المحمرة، بس وشها مقفول وألوانها غامقة، فده كويس جدا. سعرها زي ما قلت لكم 500 جنيه، مكانها شبرا الخيمة. بص، ما تبقاش متوقع من كلب ب 500 أو ب 400 إن هو يبقى بكاسحة ولفة ظهر وعرقيب والكلام ده، يعني ده مستحيل. فهو دي تقلبات مش ضعيفة قوي، لكن تقلبات مقبولة بالنسبة للجيرمان، تمام؟ يعني ده مقبول، هو جيرمان، ممكن يكون مش بيور بنسبة 100%، لكن هو جيرمان، تمام؟ وب 500 جنيه وقابل للنقاش كمان، يعني فيها كلام. فاللي عايز حاجة يتواصل على صاحبه على طول. دي انتهى جولدن، هي مش جولدن قوي، يعني هي جولدن داخلها حاجة انا معرفش هي ايه، ممكن يكون على الطبيعة شكلها احلى من كده، لكن هي شرسة، شغالة كويس. سعرها 400 جنيه، مكانها المقاولين العرب، عمرها 11 شهر، اللي عايزها يتصل على صاحبها على طول. دي جراوي جيرمان، مكانها حلوان، الجرو سعره 400 جنيه قابل للتفاوض، 400 قابل للتفاوض. طيب هما ليه ب 400 جنيه؟ هقول لك. طراطيف رجليهم من ورا بيضة، وفي جراوي فيهم فيها طرف ابيض في الديل، تمام؟ فده هو اللي عامل المشكلة بتاعت ان هما سعرهم قليل، لكن هما جيرمان، ممكن ده حاجة تقلل من قيمتهم عشان كده هما بيتباعوا بالسعر ده، تمام؟ مكانهم حلوان، امهم كمان للبيع سعرها 600 جنيه، لو حابب تشوفها بقى كلمه واتس شوف الدنيا معاه ايه. بالنسبه للمستوى، مستوى اللي هو ممكن يكون تحت المتوسط، بس الجراوي دي او الحاجات دي انت لو هتشتري، انت حابب تشتري كلب بغض النظر، مش عايز تطلع منه بمصلحه ولا تجوزه ولا تنتج منه ولا الكلام ده، بس عايز حاجه انت نفسك في كلب، ده قيمته في الجزئية دي، ان انت نفسك في كلب عايز تربيه لنفسك عشان الصحوبية، يعني يبقى صاحبك. ولو هتاخد نتاية ممكن يجوز تجوزها لدكر كويس، تخلف حاجات كويسة لما تكبر، يعني مش مستحيل. بس المستوى زي ما انتم شايفين، بكل بمنتهى الصراحة بقول لك ايه العيب بتاع الجرو علشان برضه تبقى فاهم، عشان ممكن التصوير ما يبقاش واضح قوي، فانت تبقى فاهم الدنيا فيها ايه من دلوقتي. الام اهي مستواها برضو شعبي، او طبعا مش اللي هو المستوى العالي. بكده نبقى خلصنا الفيديو بتاع النهاردة، اتمنى المحتوى اللي بقدمه يكون بيفيدكم، اتمنى الناس اللي بتعرض حاجات للبيع تكون اتباعت،
اللي عايز يعرض حاجة على القناة الرقم هيظهر عندك دلوقتي. لو حابين، لو عندك جراوي او كلاب او حمام ايا كان، بنعرضها عندنا في القناة او على قناة سوق الحمام لو حمام. صباح الفل والسلام عليكم.